نحييكم أيها الإخوة بانطلاقات هذا المهرجان الختامي الكبير بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وشوطنا الثاني عشر الذي خصص أيها الإخوة للإبكار، وأتمنى إن شاء الله كل لهذه الشعارات التوفيق والناموس ما شاء الله في هذا اليوم المميز يوم اللقاء يا ما شاء الله. أتمنى كل التوفيق والناموس. مهر على المركز الأول هجن الشحانية أيها الإخوة، وجابر بن سالم بن جابر بن فاران النقلة هناك على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني ما شاء الله يا عديمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق الفضل الأمين من أتى بالتضمير والتدريب. النقلة على المركز الثالث الشاهينية من هجن زعبيل وراشد بن محمد بن مراشد في عملية تضمير هالنقلة. هناك على المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المقتوم مع غزلان عتيج بن سالم بن عبيد العرطي الحميري. بينما اللي في المركز الخامس هرى حدث لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن حمد بن قريح المري. النقلة على المركز السادس اللي في سادس المراكز ايضا لهجن الشحانية اللي هي مسهر ايها الاخوة وجابر بن محمد بن طالب بن حقين المري. نقلتنا الى مسابع المراكز اللي في المركز السابع وصول الثرية لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي في التضمير. بينما اللي في ثامن المراكز هوارس لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون الامبيريا. النقلة على المركز التاسع اللي في المركز التاسع في تاسع المراكز ايها الاخوة وتعود ملكيته هناك في مستمعين الاعزاء للسيد تسعة وعشرين أيها الأخوة اللي هي في لهجن الرياسة وسالم بن سعيد بن عمال المهيري. النقلة على المركز العاشر اللي في المركز العاشر أيها الأخوة أيضا اسم جديد اسم مميز حاضر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة متعبة وهجن الشحانية والمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. كذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي في تقريرنا في ندائنا للعشرة المراكز الأولى للمؤسسات الكبيرة الحاضرة في هذه الأمسية الرائعة الحاضرة في هذه الأمسية الجميلة. ولكن أرى التقرير أيها الإخوة هناك من قبل اللي في المركز الأول مهرة اللي غيرت على المركز الأول هجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران. نقلتنا على المركز الثالث ايضا ارى التسلل اللي هي مسهرة في ثاني المراكز هجن الشحانية وجابر بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. ايضا حاضر متابع هذه الانطلاقات متابع هذه الاحداث. انتقل وياكم الى المركز الثالث عديمة في ثالث المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق الفضل الامين. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة. النقلة على المركز الرابع الشاهينية من هجن زعبيل راشد بن محمد بن مراشد في عملية تضميرها. بينما اللي في المركز الخامس الله يا هجن الرياسة هجن الرياسة هناك التي تنتقل أيها الإخوة إلى المركز السادس ولا الخامس اللي تنتقل إلى سادس المراكز الخامس المراكز مع الثرية هجن الرياسة علي بن يميل بوليماي الحاضر. النقلة على المركز السادس اللي في سادس المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن عديمة لسمو شيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق الفضل ايضا الامين حاضر. نقلتنا على المركز السابع هناك من هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري ايضا قادم بكل قوة باحث عن المزيد والمزيد في هذه الانطلاقات. ثامن المراكز من الجانب الاخر ارى في هذه اللحظات في من هجن الرياسة وسالم بن سعيد بن عمان المهيري. انتقل وياكم الى المركز التاسع بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الاسامي بدأت تقترب. تاسع المراكز هناك ارى اللي هي متعبة لهجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية وغزلان من اتت وحلت بعاشر المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيد بن سالم بن عبيد بن العرطي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا في ندائنا الثاني للعالم.
عشرة المراكز الأولى. يا هل ترى الناموس متجول محتار ما بين هذه الأسامي الحاضرة، ما بين هذه المؤسسات الشهيرة في هذا العالم الرياضي الكبير؟ ولكنها زعبيل التي غيرت مع الشاهنية على المركز الأول، وراشد بن محمد بن مراشد ما شاء الله مع هجن زعبيل. من يتابع كل هذه الانطلاقات الشحانية الشحانية، أيضا هناك مع متعبة أيضا ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية ثاني المراكز، وفي المركز الثالث متعبة. الله الله لمن الشوط أيها الإخوة، ثلاثية جميلة ثلاثية جميلة بقيادة الشاهنية، ولكن أرى التغيير الذي طار وجرى، أرى التغيير اللي طار وجرى. بسم الله يا متعبة 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 متعبة، هجن الشحانية أيها الإخوة حاضرة ومتابعة، ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية اللي مسيطر. الشاهنية تحاول ولكنها متعبة، ولكنها متعبة إلى الشحانية مع الشحانية. تهانينا والناموس لمحمد بن خالد العطية مضمرا ومتابعا هذا الشعار الجميل. المركز الثاني الشاهنية هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن راشد، وفي المركز الثالث مهرة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران، ورابع المراكز أيها الإخوة هناك الشاهنية هجن الرياسة حارب بن مغير بن سالم العميمي، وخامس المراكز أيها الإخوة هناك اللي هي مسهرة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع مسرة. أيها الإخوة هكذا كانت نتيجتنا، والتوقيت 7:17 جزء واحد من الثاني متعبة هجن الشحانية. أيها الإخوة من استحلت المركز الأول ناموس، وتهاني لمحمد بن خالد العطية من أتت الشاهنية بثاني المراكز 7:17 ثمانية أجزاء من الثاني. تهانينا لهجن زعبيل، والشكر دائما راشد بن محمد سعيد بن مراشد ما شاء الله 7:18 جزء واحد من الثانية. أيها الإخوة مسرة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. هكذا كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. بسم الله.